بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. سنه هجريه سعيده، الله يدخلها عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين يا ربي. كل واحد اللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه، والله يرفع علينا وعليكم شر هذا الوباء يا ربي، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. صراحه امور بدات كتفاقم بزاف، اخبار ديما انا متبع الاخبار في المغرب، كان خاص نعرف شنو كاين. ديما عقلي خدام، خايفين على والدينا، على خوتنا، على احبابنا، على صحابنا. الله يشافي كاع الناس اللي تصابوا، الله يشافيهم ان شاء الله ويرجعوا لديورهم بخير على خير. وكذلك الله يرحم جميع الموتى يا ربي اللي ماتوا، الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. هذا الشيء اللي كاين. شحال ما صورتش لكم فيديو حيت ما كنكذبش عليكم، كنت المهم كما كنقول لكم انا كنطلع لكم فيديو مره يعني ما يمكنش نبقى غير نصور هكا ونحط لكم شي حاجه هكا، ما عندي زعما ما فيهاش افاده ولا هادشي اللي كاين. دابا كنت خارجه عندي بعض الاغراض غادي نقضيها وقلت ناخذكم معايا. كنت اخر مره قلت لكم ما سالا ليا السمن، دابا بغيت نطلع عند الايراني. دابا شحال الساعه؟ حنا عندنا راه جاية 8 الا ربع، خرجت مع الطلا ولكن راه بشوية انا كلشي قريب ليا حدا الدار، يعني عندي واحد ساعة المكانة ان شاء الله ولا ساعة ونص نكون في داري. هذا الشيء اللي كاين، نمشي ناخذ لكم السمن، نمشي نشوف السمن عنده كي داير. لان هو انا ما كانش داك السمن الحار بحال اللي جبت معايا من المغرب راه ما غناخذوش، لكن هذاك السمن يعني فيه غير ريحة ولا شي حاجة. نشوف السمن عنده، نشوف عنده زيت زيتون. المهم الحاجه اللي درتها راه غنشاركها معكم ان شاء الله. هو لقيت عنده السمن البلدي في المحل الجديد ديال الايراني اللي جا حدا مخبزه سلطان. اوكي ممكنين جوج، انا مبغيتش ناخذ الكبير يعني غادي نجربو بعدين نشوف شحال يكون الثمن الصغير. هذه هي زيتون اللي كناخذ. السمن المغربي ما تمدي داسي دوزه شحال كيما بغينا نمشيو انتما شوفوا الغاسون اي حاجه عنده. باش كل ناخذ المريود عندي الكحول مش هي نكحل. باش يا واخا شي مرود. هو هذا كم؟ هذا سامر مغربي كمان. بشوف انا كم يجي بالميزان. اوكي قالك غادي شوفي التعبر كيف كم يجي في الميزان. هذا بنات الزعفران مطحون حتى هو زوين، باودر غزال حتى هو البنات. ناخذو انا كيعجبني بزاف. اوكي خلاص غادي بعد 5 3. فوالا البنات غادي نوريكم الفينو، نشري عندو الفينو السميده. وليت ناخذو من عندو صراحه السميده ديال اللولو ما كتجينيش في الحرشه زوينه، كتجي مبيضه ومدقسه. هانتوما البنات ناخذ عندو السميده. انا باش صح لي هي داك المرود. وهذا الفينو، هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم البنات هنايا فاش جيت من عند ايراني خديت داكشي اللي غادي يخصنا البنات. دابا غادي ندير واحد الحريشات في الفران الفطور ساهلين ماهلين دغيا تيوجدوا. هنا البنات عندي ربعه ديال دقيق الفرص، عندي ربعه ديال الفرص. هنا غادي ناخذ الميزان غادي نعبر ربعه ديال السميده. عرفتي بنات هاد الميزان؟ بحال العقل. صافا بابا صافي. غادي نعبر البنات رابعة ديال السميدة اللي وريتكم عند الإيراني ديال الحرشة. صراحة السميدة ديال المغرب زوينة البنات، إن شاء الله لخرت الشهر ما عرفتش امتى بالضبط غادي نمشي للبازار المغربي وناخذ عندك الشيء اللي تناخذ
ونصور لكم. فوالا البنات هيا هاد الزلافه هادي عبرت بها رابعه ديال الفرص ورابعه ديال السميده. انا غندير غير كميه قليله البنات. غادي ندير هنايا نسمهم بواحد المعلقه ديال النافع، وغنزيد كذلك واحد شويه ديال الفانيلا. انا كناخذ هاد عندنا هاد الكبار، هادي باقا مسدوده فيهم تقريبا 15 غرام على ما اظن. المهم ما نطولوش الفيديو، غادي بالفاني والنافع كيجيو زوينين البنات. هكا زوين الفطور فوالا. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه البنات. هنا ندير كاع النواشف، قبيصه ديال الملحه، غادي نضيف كاس ديال السكر ما عامرش، نتوما كتبقاو على حسب الحلاوه. انا غادي نضيف كاس ديال السكر، انا بدات جيت خدمت معكم مباشره حيت دابا ما بقاش الحال، دغيا خاصني نخلطهم باش ندخلهم يطيبوا. كيجيو زوينين من السمين بالنافع البنات، غير جربوهم. ديجا شاركت معكم حريشات ديال الجبن. فوالا البنات درت كاس ما عامرش ديال السكر، غادي نضيف خماره تقريبا راس المعلقه. دابا حنا عندنا هادو ندير عيني ميزان، يعني بالنسبه لهاد الكونتيتي غتدار فيها 8 غرام. فوالا غادي نخلط النواشف كاملين مع بعضهم، خميرة مع السنيدة مع الفاني مع السميدة مع الفورس مع النافع مع قبيصة المليحة. فوالا البنات خلطت كلشي هذوك النواشف مع بعض، وغادي نبسبس السميدة ديالي بكاس ديال الزيت. دابا انا تقريبا عندي نص كيلو ما بين السميده وسميتو، غادي نحاول ندخل هاد الزويته فيهم مزيان غير في اطراف الاصابع البنات، ماشي نعجنها، غير نحاول ندخل داك الزويته في هذاك الفور في هذيك السميده ديالنا. بعد ما دخل داك الزويته البنات غادي نضيف بيضه وغادي نعجن الحريشه ديالي بالحليب. هذه هي الخدمه المزروره. غندير في الاول كاس ديال الحليب ونشوف. بسم الله كما كتعرفوا البنات الحريشات خاص يكونوا مطلوقين. المهم بنات راه الحرشه ديالي خلطتها، ما كملتش معكم ما دويتش حيت كان الاذان. المهم خدات معايا تقريبا جوج كيسان ديال العلبه ديال الحليب اللي خدات معايا، الحليب يكون دافي ولا يكون حليب سميتو يكون الحليب حراره الغرفه. المهم البنات ها هي غادي نخليها تتشرب ونبدا ان شاء الله نشكل فيها. البنات انا بديت كنشكل في الحريشات ديالي، هانتوما البنات كناخذ شويه من الحرشه وتنديرو في السميده، راه كتلصق في اليدين بزاف البنات، غير شدو مع الخاطر ما تقصحوهاش، يعني تشوفوها تتلصق تضيفو ديرو لها السميده ولا الفورس راه غتجيكم قاصحه صافي البنات. وكنحاول نبقى ندير لها بحال هكا داك السميده حتى كنحصل هكا عليها كويوره، نتمنى تكون تتبان لكم بحال هكا، ونحطها في اللاطا. فوالا البنات عاود معكم وحده اخرى، هانتوما
تتلصق، ولكن الحرشه باش تجيكم ناجحه وهشيشه من الداخل ما قاسحاش سميتو خليوها بحال هكا. فوالا هانتوما البنات، غنبقى غير بيدي بحال هكا حتى كنقادها، حتى غنبقى تنكمل هاد العجين كله اللي عندي. المهم بنات، انا كملت الحريشات كامل اللي عندي كما تشوفوا، ها هما كتحطوهم تيبداو البنات يتفرغوا، يعني هكا يتشقوا. هاد نص كيلو خرجت ليا 12 حبه ديال الحريشات، ماشي صغار انتما كتشوفوا، كبار. دابا شعلت الفران على 190 درجه، انا عندي الفران كبير شويه، شعلته على 190 درجه. دابا غادي ندخلهم نطيبو ان شاء الله، نوريكم كيفاش غيخرجوا في الجزء، كيفاش داير الشكل النهائي ديالو. عزلاتي ها هما الحريشات ديالي منين طابو، صراحه كيجيو غزالين البنات، زوينين ومحمرين هانتوما. غنحل لكم وحده تشوفوها كيفاش دايره. فوالا البنات كيفاش كيجيو من الداخل هانتوما، نتمنى يكونوا تيبانوا واضح لكم من الداخل. في انتوما راه الشاشه البنات بغيتي تقسموا، داكشي علاش قلت لكم البنات السر ديالهم هو تكون هذاك الخليط يكون هشيش، واخا يكون ويجيكم صعيب في التشكيل، ولكن غير تصبروا معاه باش تجيكم الحريشه هشيشه وما تجيكمش قاسحه. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم مشيت جبت السميده وجيت ودابا درت بهم الحريشات الفطور، وان شاء الله مره غادي نشارك معكم الحويجات اللي كندير الفطور، حيت الراجل زوج ديالي كيخدم الصباح، يعني ضروري خاصو يدي معاه جوج حاجات في الفطور، داكشي علاش كل مره كل يومين تندير حاجه. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، خفيف ظريف على قلوبكم، ونضرب لكم موعد الفيديو القادم ان شاء الله.